والحديث أكثر حول أداء الأسواق العالمية وتطوراتها معنا في الاستديو الأستاذ شريف السند الرئيس التنفيذي لشركة جو ماركتس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا بك أستاذ شريف. بداية من الواضح أن البيانات الاقتصادية في آسيا وأوروبا لا تؤثر على أداء الأسواق، فما هو المحرك الرئيسي برأيك الذي يحرك الأسواق الآن؟ طيب شوف طبعا مروان، هو يمكن أهم المحركات الرئيسية اللي بتواجهها معظم الأسواق على مستوى العالم هو موضوع جائحة الكورونا، وما إذا كان في هناك التحدث عن الأولمبيكس أو الألعاب الأولمبية في اليابان، أيضا ناهيك عن مشاكل التضخم. يمكن مشكلة التضخم على مستوى العالم تعتبر هي أهم المشاكل الرئيسية. احنا طبعا متوقعين أنه كان هناك في اجتماع في الاي سي بي المركزي الأوروبي في هذا الأسبوع، وفي أيضا اجتماع للفدرالي الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية في نص الشهر، وبالتالي أي تحدثات بخصوص التكهنات برفع الفوائد على العملات الرئيسية لكبح جماح عمليات التضخم أو ارتفاع مستويات التضخم داخل معظم الاقتصاديات العالمية. إحنا إذا ما تحدثنا عن مستويات التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدث عن مستويات التضخم تعدت مستويات 3%، وبالتالي هذا طبعا بيعتبر عبء على الاقتصاد في الوقت الحالي. يمكن إحنا أيضا في انتظار بعض المؤشرات أو بعض الأخبار في هذا الأسبوع، CPI أو Consumer Price Index، مؤشر أسعار المستهلكين، اللي إلى حد ما قد يساعد بالتكهن أو التعرف على ارتفاع مستويات التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر مستويات التضخم في الوقت الحالي طبعا مروان هي مشكلتها الأساسية أن كان معظم تدخلات الحكومات المركزية كانت بضخ أو عمليات شراء الأسهم أو بشراء البونز أو بشراء أو بدعم الاقتصاديات مرة أخرى، وطبعا كان الهدف الرئيسي منها خفض مستويات البطالة داخل معظم الاقتصاديات. ولكن طبعا أي خطة اقتصادية اللي كان من يعني هدفها مساعدة الاقتصاد قد تأتي ببعض النتائج السلبية الجانبية، مثل طبعا ارتفاع مستويات التضخم. طيب نتحدث عن أسواق النفط العالمية، هناك بيانات أظهرت تراجع الطلب في آسيا وبالتالي أدى إلى انخفاض أسعار النفط. برأيك ماذا ستفعل أوبك بالتحديد، وهل ستغير سياستها بالنسبة لهذا الموضوع؟ طبعا شوف مروان، يمكن أوبك كانت تحت الأخبار في الفترة الماضية، خصوصا نحن كنا نتحدث عن إن كان ما يكون هناك في عملية خفض للإنتاج أو عدم خفض الإنتاج، وبعدين أوبك وصلت لمرحلة إن أسعار النفط في الفترة المقبلة سوف يتم تحديدها بناء على عملية العرض والطلب، ويمكن هذا أعطى إلى حد ما حالة إلاستيك أو حالة قوة بالنسبة للنفط في الفترة الحالية. متوقع أيضا مروان يعني حتى السنتمنت أو حالة التفاؤل اللي في الأسواق، قد نرى أسواق الأسعار النفط في الفترة المقبلة تتراوح ما بين 75 دولار ومستويات 80 دولار بالنسبة للبرميل، وهذا أمر طبعا متوقع خصوصا إحنا في حالة تفاؤل إلى حد ما لحالة الخروج مرة من جائحة الكورونا والعودة إلى حالات السفر وما إلى ذلك. ولكن طبعا تقع أوبك تحت عملية العرض والطلب في الفترة المقبلة، ناهيك طبعا أن في عمليات التحدث بين كان الوصول لشأن وصول إلى نهائية اتفاقيات مع إيران، وبالتالي إيران قد تقوم بتصدير بترول في الفترة المقبلة، وبالتالي قد يكون عملية إلى حد ما إعادة استقرار في أسواق أسعار النفط. طيب تقرير الوظائف الأمريكي إيجابي جدا والتعافي الاقتصادي لحد الآن في وتيرة نمو إلى المستويات عالية، كيف تفسر أداء الأسهم الضعيف في الأسواق الأمريكية هذه الأيام؟ طبعا مروان شوف، هو حالات الأخبار الإيجابية اللي احنا رأيناها إلى حد ما في الأسبوع الماضي من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وانخفاض مستويات البطالة من 6.1% إلى مستويات 5.8%، هذه كلها تعتبر أخبار إيجابية. ولكن يمكن يكون مروان السوق كان عنده توقعات أقوى بخفض مستويات البطالة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك طبعا إنه هناك بدأنا نتحدث مرة أخرى بعودة المدارس بشكل تام داخل الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله منذ مع بداية شهر سبتمبر في هذا العام، وبالتالي التحدث عن عودة قوية للاقتصاد الأمريكي. ولكن ما كان متوقع كان نتائج إيجابية أقوى. طبعا كان هناك في حالة انخفاض على الداو جونز. السؤال لما الأسهم. ضعف الأسهم في الأسواق. أكيد يعني. الانخفاض على الأسهم كان هناك في عمليات جني أرباح، خصوصا نحن رأينا الداو جونز NSMP معظم المؤشرات الرئيسية داخل الأسواق الأمريكية كان فيها ارتفاع قوي. يمكن SMP كان هناك في عملية كسر للأسعار على أكثر من مرة، وبالتالي كانت عمليات جني أرباح متوقعة في الفترة الماضية. أيضا رأينا أن هناك في تحدث عن قطع بتريليونات الدولار من بايدن، وبالتالي هذا طبعا قد يساعد لحد ما إعادة هيكلة الأسواق مرة أخرى. أستاذ شريف سند، شكرا جزيلا. شكرا مروان.